السلام عليكم، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد الطاجين اللي تيجي غزال البنات، وطاجين بسيط اللي فيه مكونات بسيطة، يعني ممكن ديروا الغداء أو العشاء، وتيجي يعني سهل ودغيا تيوجد. بالنسبة للمكونات غادي نبدأ معكم الطريقة، وفي نفس الوقت غادي تشوفوا المقادير. غادي ندير هنايا، درت البنات جوج بصلات صغار مشلضين مع شوية الزيت البلدية وشوية الملح، غادي نديرهم يتشحروا. بعد ما تشحرات البصلة غنضيف هنايا عندي 3 ديال المطيشات الصغار مطحونين، ولا حكوهم ولا اللي بغيتو، وشوية ديال القزبر ومعدنوس. من بعد خليت هذيك مطيشة طابت شوية، غنضيف العطرية، شوية ديال البزار، بالنسبة على حساب نتوما على حساب عدد الأشخاص، يعني بلا قد ما عطيتكم لا مقادير لا والو، عينكم ميزانكم. شوية ديال السكنجبير، شوية ديال التحميرة أو البابريكا، شوية ديال الكركم، خرقوم بلدي، شوية ديال الثوم. أنا درت ثوم مجفف، اللي كان عندكم ثوم يعني طري حكوا شي جوج دروس ديال الثومة. غادي نخليهم يعني تطيب مطيشة. دابا غادي نضيف البطاطا، وش البانة اللي ما متوفراش عنده جلبانة ممكن يدير غير بطاطا بوحدها، هي تجي زوينة. غادي نضيف واحد شوية ديال الماء ونخلي تطيب، يعني تطيب البطاطا، يعني يبقى لها غير شوية في الطياب، يعني يدخلها الطياب شوية. عاد غادي نضيف الكفتة، غنضيف البنات دابا الكفتة، وتا بالنسبه للكفته اختياريه، يعني اللي ما عندكمش ماشي مشكل، ممكن ديروا غير البطاطا وجلبانه ولا البطاطا بوحدها. ممكن تضيفوا مثلا حتى الشي فلور، حتى هو تيجي في هذا الطاجين، هذا تيجي زويون. المهم هذا الطاجين على حساب داكشي اللي عندك في الدار تديريه. غادي نخلي هاد دابا، غادي نسد عليه، نخلي الكفته تطيب ونتلاقاو. بعد ما طابوا العناصر كلهم، دابا غادي نضيف البيض، غادي ندير 4 البيضات، نتوما على حساب اللي بغيتو، كي قلت لكم عينكم ميزانكم، على حساب عدد الاشخاص، على حساب القد ديال الطاجين. غادي غنكتفي ب4 ديال البيضات. غادي نحل البيض بالفرشيطة، اللي بغى البيض يبقى هكاك صايم يخليه، انا المهم غادي نحلو شوية. وغادي نغطي الطاجين، نخليه يطيب البيض ونشوفو الطبق النهائي. الشكل النهائي البنات ديال الطاجين، انا ضفت واحد شوية ديال المعدنوس للفوق وشوية ديال الزيت البلدية. تيقوني هاد الطاجين هذا تيجي زوي، ونجربوه. المهم الا عجبتكم هاد الطريقه هادي، ما تنساونيش من الليجان ديالكم. شحال هادي ما حطيت لكم شي حاجه ديال الطبخ، تقريبا عام ونص، بما اننا جالسين في الدار وما كاين ما يدير، انا نعمر الوقت ديالي هكا تصوير، نصور لكم بعض الوصفات. تنشكركم بزاف، والى فيديو قادم ان شاء الله.